بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو. هذا الفيديو إن شاء الله اللي راح يكون مليء بالأمل بالخير وبالتفاؤل إن شاء الله. إلى الرقي إن شاء الله راح نحاول نرتقي، نحاول نغيره، نحاول نتحسنه. كل وحدة فينا عندها بعض الأمور اللي راهي مقصرة فيها، نحاول هذاك التقصير اللي عندنا نحسنه. وقلنا دائما نحن لا نسعى للكمال، الكمال لله عز وجل، نحن نسعى أن نكون أفضل وفقط. المرة الفائتة واش شفنا آخر فيديو نشرته كان تدريب أو تمرين اسمه عجلة الحياة. هذا تمرين نعملوه به نشوف أنا ميادين حياتي اللي راني مقصرة فيها، لأنه عجلة الحياة هذه مقسمة إلى عدة ميادين: الروحي، العقلي، الوظيفي، المالي، الأسري، الاجتماعي، النفسي. هنايا ونشوف ورسمنا هذيك العجلة ونشوفوا مدى توازنها، وأكيد كل نشوفوا أنه فيها تقصير. الآن بهذا الفيديو إن شاء الله هو مجرد اقتراحات، مجرد حلقة للنقاش، لأنه هذه الأمور ما هيش واحد زائد واحد تساوي اثنين، لا، كل إنسان وظروفه، كل وحدة ودارها، كل وحدة وظروفها، كل وحدة وعدد أطفالها، كل وحدة ووسع منزلها، كل وحدة وأثاثها. يعني تبقى مجرد اقتراحات، وكل وحدة منا تحاول أنها تأخذ منها ما ينفعها. نبدأ بتذكرة بسيطة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن عمله، عن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. راح نسأل، ويوم نسأل أول شيء عن أعمارنا. أعمارنا وش هي؟ هي الساعة وهي الدقيقة وهي اليوم، فيما أفنيناها. هل نفعت نفسي ونفعت أطفالي ونفعت أسرتي ونفعت مجتمعي، أم هذه سوايعي ودقائقي وأيامي تمر وأنا مانيش عارفة أصلا فيما تمر. اليوم اللي يجي يشبه الخوف، وهي أيام تمر وخلاص. لكن في يوم من الأيام راح توصلوا في سن معين تبدأوا تقولوا عمرنا هذا فيما أفنيناه. إذن نبدأ ونقروا، لا، أيامي اليوم راح تفوت وتفوت لصالحي بحول الله. وكما تقولها والدتي دائما، عندها كلمة ديما تقولها: ربي كبرنا في طاعته. إن شاء الله ربي كبرنا في طاعته. بهذا المعنى كل عمر زايد في عمري، كل يوم زايد في عمري يزيد في طاعة ربي سبحانه، في خدمة نفسي، تطوير نفسي، وخدمة الآخرين، وخدمة مجتمعي وأمتي. إذن أخواتي قلت أنه التغيير هو عبارة عن قرار. أنا قررت أني نتغير، رايحة نتغير. بعد ما حددت مشكلتي وعلتي بوه راح نبدأ، راح نبدأ بتغيير الأمور البسيطة. لأنه لو حاولت أني نغير كل شيء راح يجيني وقت اللي نتوقف. لكن لو كل مرة أدرب نفسي أني نغير حاجة بسيطة، كل مرة نبدأها مثلا عفوا، هنا مثلا مثال فقط، وحدة لا تستيقظ باكرا، طبحة أنها تبقى راقدة صباحا مثلا 9:30 العشاء. أعرف أخواتي أنه ذاك الوقت فقط اللي يخرجوا فيه الزوج والولاد للعمل، ويار من مثلا 7 للـ9 قادرة تقضي فيها شغالات كثيرة، ربما اللي تقضيها في 4 سوايع 5، لأنه هذاك هو وقت النشاط ووقت تكوني فيه بقوتك. لكن لما تضيع هذاك الوقت نهار كامل راح يضيع. إذا قبل ما نبدأ بروتيننا، هناك بعض الأشياء راح نقوم بها قبل ما، هي هذه الأشياء هي اللي حتساعدني أني نبدأ روتين يخدمني على المستوى المادي والنفسي
والروحي والعقلي. هذه الأشياء هي، شوفوا أخواتي، ربما الأشياء اللي راح نذكرها الآن تبان لكم تافهة، لكن صدقوني راح تشهدوا التغيير بمجرد ما تبدأوا تعملوها. تشهدي التغيير والتنظيم في حياتك. أولا، إعداد قائمة بمهامي الأسبوعية واليومية. اللي حب ينجح يسجل وش حب يدير، نكتب حتى نربي نفسي وهزي بنفسي على نظام معين. إعداد قائمة بمهامي الأسبوعية واليومية، ودائما أعود وأكرر هذه الأمور. راهي مش واحد زايد واحد معادلة، راهي مش معادلة، تبقى أمور تقريبية. أنا ندير الأشياء، كاينة أشياء راح تطرأ علينا خلال الأسبوع، لكن أنا نعمل قائمة بالأمور اللي راح نعملها خلال الأسبوع. إعداد قائمة الوجبات الأسبوعية، هذه راح تخليك تختزلي الوقت وأيضا المادة، راح تصرفي قد وش محتاجة هذاك الأسبوع. أنت ولا الزوج كما نقول تصرفي، مش شرط أنت تصرفي، يعني كاين اللي أنا شخصيا زوجي هو اللي يصرف، لكن نكون أنا عارفة وش نحتاج. مثلا تجنب القنوات الإخبارية صباحا، ولما نقول إخبارية مش قصدي السياسية، أي قنوات تجيب لي الأخبار على الصباح نإيفيتيها، نقولوا نتجنبها تماما. لماذا؟ لأنه راح تأثر على اليوم، تخليش أداء مهامي يمشي بطريقة مليحة. نتجنب هذه القنوات، وماذا بكم تتجنبوا مواقع التواصل الاجتماعي صباحا تماما، حتى ننهي كامل شغلاتي. أخواتي، أنا من الأشياء فعلا اللي أثرت في حياتي، صدقوني أخواتي، أثرت في حياتي بشكل كبير التخلص من الأشياء الزائدة. أنا فيديو سابق نشرته في قناة معلمتي، وقلت فيه تجربتي كيف كنت إنسانة مروية جدا، مروية فعلا أخواتي، أعمل بدون توقف والنتيجة ما كانش، وكيف قدرت ننظم روحي والحمد لله. بهذه النقطة كان لها الفضل الكبير، التخلص من كل ما هو زائد، أفرشة، أحذية، ملابس عارفة أني مانيش حنحتاجها لا أنا ولا أطفالي، حتى الأثاث مثلا طاولة أنا ما نحتاجهاش، ليه نحكمها عندي؟ ليه ما نمدهاش مثلا شخص آخر راهو بحاجة ليها، اللي تقدر تبيع لي ما لا ما نبيعهاش ونشريها حاجة أخرى أستفيد منها، وهكذا. وأنا في سنة من السنوات رحلت، نقلت داري من ولاية لولاية. لو كان نقول لكم أخواتي ما يقارب 12-13 هكذاك، مانيش عارفة بالتحديد كيف رميته. وما أسفني في ذاك الوقت أنه هذيك الأشياء اللي رميتهم فيهم، حتى اللي مثلا أفرشة من يوم ما تزوجت، يعني 13 تقريبا 12 ولا 13 سنة، وش كنت نعمل بهم؟ ما كنت نعمل بهم ولا شيء. حاكمين لي الأماكن، يجمعوا لي الغبرة، يديو مني الجهد هذاك اللي كان مثلا يفترض نبذلو في نقرا نطور روحي نبذلو مع اولادي. هذيك الكركبة الزائدة اكل راهي تأخذ من طاقتنا الجسدية، تتعبني جسديا وحتى نفسيا. يعني الواحد لما تكون الدار مكركبة يحس بتعب نفسي، يعني على عكس لما تكون الدار فيها اشياء قليلة مرتبة وهكذا. إذا نبدأ بروتيننا، والأكيد الأكيد اللي راح يبدأ مع صلاة الفجر، وأكيد أخواتي يعني هذا الروتين هو صالح لهذا الوقت. فيما بعد لما صلاة الفجر تولي على الرابعة صباحا وذاك راح يتغير نوعا ما. إذا صلاة الفجر، ويبدأ بالذكر، ورد أذكار الصباح، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وهنا الأوراد كثيرة، هذا مثال فقط. ترديد ما يقوله المؤذن في صلاة الفجر، قراءة القرآن الكريم، هذه أساسية أخواتي، أني نبدأ يومي بالقرآن الكريم. لهي أنه لما نبدأ شغلاتي فيما بعد يصعب علي أني نبدأ وردي، لا، وردي اليومي نبدأ مع صلاة الفجر قبل ما ينوضوا الأطفال. وهنا اللي تقدر حفظ القرآن الكريم، وبدأوا أخواتي بخمس ست آيات وجربوا، اللي مش متعودة خلاص ابدأي بخمسة ستة، لكن
بشرط أنك تبدأيهم في هذا الوقت. وذوق نعرفه له، لما تبدأيهم تحفظيهم في هذا الوقت رايحة تكملي يومك وانتي تردي فيهم، مثلا راني ننظف، راني نطبخ، وأنا أردد بعد ما حفظت. مازالوا ما ترسخوش في ذهني راني أردد في هذا الآيات، باه يترسخوا في ذهني قبل صلاة الظهر، راحين يكونوا ترسخوا، لأنه 5 آيات ليست بالشيء الكثير، أو لنقول مثلا 5 أسطر، لنقول 5 أسطر. هنا أخواتي ليكون شعارنا هو تجزئة المهام. وش معناها؟ معناها ما نعملوش كل شيء في بعضه. وأنا هنا أخواتي لما نحكي لكم مش علم الله، عن تجربة شخصية. فرق أنه نديري كل شيء مع بعضه، أني نخدم منه نخدم منه نخدم منه، لا راني مدايرة مثلا لغرفتي 10 دقائق نخلصها ونخرج. أني وقبل هذه الأشغال كل نبدأ بممارسة الرياضة أكيد أخواتي، حتى وإن كان هكذا حركات خفيفة، لأنه الحرق الصباح يكون أفضل من أن مساء. قلت أنه راح نبدأ بالعمل غرفة غرفة. أنهيت هذيك ما نخرج من غرفتي، مثلا نروح لغرفة الأطفال حتى ننهيها تماما. نروح لغرفة الأطفال نبدأها أولا بجمع الألعاب، تعليقات وألبسة النوم وإفراغ الأسرة تماما، لأنه لما نفرغ الأسرة تماما تبدأ تبان لك الأشياء الزائدة وين هي. لكن مثلا لو نهزوا أشياء من الأرض ونحطوها فوق الأسرة وكأني ما عملت ولا شيء. إحنا شيء أساسي أخواتي، إحنا الآن ظروف دراسة الأطفال، يوم يدرسوا يوم ما يدرسوش. اليوم اللي ما يدرسوش فيه الأطفال أسند لهم بعض المهام، اللي هنا حين يتعلموا انهم يتاكلوا على انفسهم، الاعتماد على النفس، ايضا انا حنقص على روحي شوية، راحين منذ الان يشعروا بالمسؤولية. انت رتبت سريرك، اذا يقعد نظيف هذا السرير، والولاد تلقاهم صح حريصين لما هو اللي ينظف سريره. مثلا كون يجي خوه والله يخسر حاجة معينة يقول له لا لا لا، هنا يعود حاسس بقيمة العمل. وراهم ايضا علموهم المشاركة، الدار هذه راهي مشاركة. هنا وش هي الاعمال اللي نقدر انا اسندها للاطفال؟ ترتيب الغرف، جمع الاحذية مثلا، والالعاب، كل هذه الامور نقدر نسندوها للاطفال. اذا بعد هذه الامور نروح انا للطبخ. وكاين لا كاين اللي تبدا راهي حطت اولا مثلا تحضير الغداء اول حاجة، وفي نفس الوقت راهي تدير في اشغالتها. هذه كل وحدة وطريقتها في العمل، المهم يكون شعارنا السرعة السرعة. أنا هنا أخواتي قلت لكم أعمال المطبخ، كل سيدة ملكة في بيتها تتصرف حسب ظروفها، لكن دائما نحاول الإسراع، يعني هنا كل وحدة وظروفها. فقط وأنا نأدي في هذه الأعمال كل راني أردد في الآيات اللي حفظتها صباحا، الخمس أو أسطر اللي حفظتهم صباحا راني نردد فيهم مع روحي باه نكون حفظتهم مع الظهر. بهذا الروتين أخواتي صدقوني أنا ما نتكلمش على المرأة اللي تربي، 10:30 تكوني أنهيتي كل أعمالك، كل أعمالك تكوني أنهيتيها. بعد ما نكون أنهيت أعمالي تاع الفترة الصباحية، إذا كانوا الأولاد كامل راهم في المدرسة نتفرغ أنا لنفسي في أي شيء، لكن لو كانوا في الدار نستغل هذاك الوقت ولو نص ساعة، نص ساعة ندرسهم سواء كانوا متمدرسين أو غير متمدرسين. مثلا أنا تقول هذا اللي مش متمدرس راني نحفظه في القرآن، نمدلو موسوعة علمية ونقعد نساعد فيه باه نميلو قدراته الذهنية، نقعد مثلا نجيب الألعاب التجميعية ونعلمو الحساب عن طريقها، نعلمو تشكيل الأشياء. كل هذه الأمور راهي من الأشياء اللي تزيد من ذكاء الطفل. إذا تأتينا الآن وقت الظهر، هنا وقت الظهر لازمني أخواتي نربط القرآن الكريم بالصلاة، ليه؟ باه نحافظوا على وردنا يكون مربوط بالصلاة. هو ليس شرط، لكن فقط باه أنا نحافظ على وردي قبل الصلاة نكون قريت
جزء من وردي اللي بديته مع صلاة الفجر. مع صلاة الفجر راني بديت وردي نكمله قبل صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر راكم تشوفوا كتبت لكم القيلولة، يعني لأهميتها. أنا شخصيا بالنسبة لي القيلولة حاجة مقدسة، وصدقوني أخواتي حتى وإن كانت ربع ساعة، لكن هذيك الفترة اللي الإنسان يديها هكا فترة نوم ونوم عميق بعد صلاة الظهر راح تعطيك طاقة كبيرة كبيرة باه تكملي نهارك، باه تكملي هذيك الأمسية اللي راح تكون فيها يعني تدريس الأطفال واجباتهم وظائفهم إلى ما ذلك. هذيك الفترة نستغلها أنا راهم الأولاد يكونوا يقراو، يا إما يقراو يا إما يكونوا مثلا راهم يتفرجوا، يا إما يكونوا راهم راقدين، يا إما نستغلها أنايا في ماذا؟ في المطالعة. وكاينين الآن أخواتي مواقع راهم يعملوا في دورات مجانية، مواقع مثلا مثل موقع فرصة، أنا قلت لكم أديت منه شحال من الدورة حضرتهم ويمدوا لكم شهادات وكل شيء. اختاري الدورة اللي انت حابتها، مثلا تحقيق الأهداف، ثقة في النفس، فيها حتى دورات تسويق علمك، تسويق الإلكتروني مثلا اللي عندها مشروع، ولا فيهم وكلها مجانية، هي فيها المدفوعة لكن انت تختاري ما شئتي. اذا نخير هذاك الوقت تاع وقت القيلولة اللي يكون عادة طويل، اني يا اما للمطالعة يا إما أني نحضر فيه دورات. الآن قبل صلاة العصر، إحنا أخواتي دايما وردنا مقسمينو على فترات به نقدروا نقراو أكبر قدر ممكن. إذا تقدري ثاني بعد ولا قبل ديري جزء من الورد به نقراو أكبر قدر ممكن من القرآن الكريم، نوزعوه مع الصلوات. اللي هنا يأتينا تدريس الأطفال، أخواتي دايما وأنا حنقري أولادي ندير أجدد النية نديرها نية صادقة لله عز وجل. هذا راهو علم، ومجالس العلم تحثها الملائكة. هنا عندنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والعلم هو عبادة لله عز وجل، إذا ننويها لله عز وجل، منها ربي يوفقني، منها ربي يصلح لي ذريتي، منها ربي يتقبلها مني كعبادة. إذا لهنا وأنا دائما مع إكمال أعمال البيت الخاصة اللي بقات لي من المساء، أني أراني مرتبة لساني بذكر الرحمن. لهنا أداء واجباتي الاجتماعية، من الأشياء أخواتي اللي تعطلنا صباحا فعلا هي المكالمات هذه تاع الصباح. راني مع والدتي، مع أختي، مع صاحبتي، مع جارتي، وتلقي يعني ساعات ساعتين يفوتوا غير في الكلام في المكالمة. أخليو هذه الواجبات للمساء. للأولى بأس أني نتفق، مثلا نتفق أنا وخواتتي، أنا مثلا أنا وخواتتي متفقين أنه نهضر مع بعضنا مساء، لأنه كامل صباحا وما يكونش عندنا الوقت، مساء ونهضر. حضوري في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان يوتيوب سواء كان فيسبوك، سواء ليكون حضور خير، نقدم نصيحة، أنهي عن المنكر، نحط حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، بهذا أيضا أؤجر عليه وما يكونش مضيعة من وقتي. إذا أخواتي هنا مساء أيضا، مثلا أنا عندي ثلاجة، عندي أعمال هكذا بيت، نوزعها كل مساء، ندير نخصص نص ساعة لحاجة معينة، مثلا ثلاجة، بما ما نخليش أن الثلاجة تتراكم لي تتراكم لي تتراكم لي ونهار نفتحها ندي منها يوم ندي معها يوم كامل. لا، كل أسبوع مثلا ندير لها نص ساعة، وقت كثير. أيضا الخزانة، احنا خزانة الملابس دائما فينا طبع، احنا الجزائريين لما نحطوها كامل، ليس شرط أن كل مرة نعمل رف، وهكذا راح تبقى لي دائما مرتبة. وهذا أخواتي دائما يكون في المساء، ما تديروش هذه الأعمال الزائدة صباحا لأنها راح تدي لكم الصباح كامل، لكن لما نديرها مساء راح تدي لي نص ساعة. هنا اللي يساعد كثير كثير
انه احنا لما نطيب صباحا نطيب صباح ومساء، ندير الوجبتين مع بعض، به المساء هذاك يقعد لي نوعا ما فارغ. هنا اخواتي مساء قبل ما اوي الى فراشي اعد برنامج المهام الغد، وهذا قلنا انه راح يساعدكم كثير اخواتي. تهذيب النفس على قيام الليل ولو ركعتين اخواتي، اللي مش مالفت بداهم ركعتين ونبداوهم قبل ما نرقدوا لا بأس، الى ان تهذب هذيك النفس ويولي لي قيام الليل هذا طبع، نولي اقوم الليل في الثلث الاخير من الليل، نوطن فقط انفسنا على هذه العبادة. في النهاية اخواتي وش نقول لكم؟ نقول لكم ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اي حاجة نديرها نفرح بروحي اني درتها، اي حاجة اي تغيير بسيط درته في حياتي نفرح بروحي ونكون سعيدة. نعم راني غيرت اليوم هذا، لماذا؟ لانه نكون نقعد نقول ما درتش وما درتش ما درتش، ماني راني نثبط في نفسي، لكن لما نقول الحمد لله اليوم راني نصت بكري، اليوم خلصت شغالاتي بكري، اليوم درست وليداتي كامل، هذا شيء محفز راح يدفعني للامام ان شاء الله، وراح نقدروا نكملوا بحول الله. نهاية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقلكم أخواتي في أمان الله، نلتقي.